العسكرية، ويعتقد أن الانشقاق يعني حصل من هذه المنطقة الذي ساعدهم فيه لواء الإسلام، لكن نحن ننتظر الآن بيان من لواء الإسلام بهذا الشأن. بالنسبة للأوضاع الميدانية، يعني منذ الصباح تتعرض العديد من أحياء العاصمة لقصف المدفعية وقذائف الهواء، خاصة على حي جوبر والأحياء الجنوبية كيلدا والحجر الأسود، إضافة إلى مخيم اليرموك الذي شهد فجر اليوم اشتباكات في محيط مبنى قسم شرطة المخيم. وفجر اليوم سقطت قذيفة في بناء مجلس الشعب، وذلك في الطابق الثاني الملاصق لبناء الخبراء الروس. أيضا في القابون جرت اشتباكات عنيفة بين الجيش الحر واللجان الشعبية التابعة لكتائب الأسد على مداخل حي القابون. وايضا فجر اليوم في حي العدوي كان هناك اطلاق نار كثيفة قرب مدرسه الشرطه النسائيه في المنطقه، وذلك مقابل البانوراما، بالاضافه لمدينه الداريه التي تتعرض يعني منذ الصباح لقصف برجمات الصواريخ، يعني ومع توجه تعزيزات عسكريه منذ قليل الى مدينه الداريه، إضافة إلى مدينة معظمية الشام. في حرس كتائب الأسد المتمركزة في مباني مساكن الشرطة أطلقت الرصاص على المدنيين الذين حاولوا الدخول إلى حرس لتفقد منازلهم المدمرة. طبعا بالنسبة لمدينة القطيفة وتحديدا حي في الناصرية، ما زالت صواريخ أسكود تطلق من اللواء 155، حيث تم إطلاق خلال ال 24 ساعة الماضية 8 صواريخ باتجاه الشمال والشمال الشرقي للبلاد، ويضاف إليهم يعني صاروخين خرجا صباح اليوم انفجار احد الصواريخ بعد دقيقه من اطلاقه من قاعده الصواريخ من اللواء 155. نعم سيد مازن، كانت هذه الاوضاع المدنيه، ماذا عن الاوضاع الانسانيه هناك؟ نعم الان يعني الان في وسط العاصمه دمشق يوجد يعني ازدحام كبير جدا جدا للسيارات وتفتيش دقيق على الحواجز، يعني لا احد يستطيع أن يمر على الحواجز إلا ويفتش هو وسيارته بشكل كامل. يعني الآن أحياء العاصمة دمشق مقطعة الأوصال، لا أحد يستطيع أو يواجه صعوبة في التنقل من حي إلى آخر، بالإضافة إلى الغوطة الشرقية التي لا زالت محاصرة منذ شهرين وحتى أيامنا هذه، يعني لا أحد يستطيع إدخال الأطعمة والمواد الغذائية إلى منطقة الغوطة الشرقية. نعم، كان معنا من دمشق وريفها السيد مازن الشامي عضو شبكة شام الإخبارية، شكرا جزيلا لك الذي أطلعنا عن الأوضاع الميدانية واللا إنسانية هناك.